اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ في طبعا في الفتره اللي فاتت في تطورات سريعه طبعا ومتلاحقه في ملف الاستثمار، محتاجين نعرف التطورات ومعدلات التنفيذ بتاعتها. والله يعني خلينا نقول ان التطورات لا تنقطع في العاصمه الاداريه. احنا كلنا طبعا ملاحظين الحدث الاهم والاكبر، وهو كان انتقال الحكومه من سنه كامله للعاصمه الاداريه. ده خلى الشكل الرسمي للعاصمه يكتمل. اكتمل كمان ده كمان بتنصيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في العاصمه الاداريه من خلال جلسه حلف اليمين في البرلمان المصري. كنا عارفين دلوقتي ان جلسات البرلمان المصري بتنعقد من العاصمه الاداريه، فاحنا نقدر نقول ان فعلا بقى في التشغيل حقيقي للعاصمه الاداريه، وزي ما احنا ما بنقول انه الحلم اصبح حقيقه على الارض، الحلم الذي تحقق في العاصمه الاداريه في المرحله الاولى. احنا ما اكتفيناش بكده، احنا عندنا شغل كتير لسه بيتم على الارض، فاحنا عندنا المرحله الثانيه دلوقتي بدانا في عمليه التخطيط العام للمرحله الثانيه والثالثه. ان شاء الله مستهدفين ان احنا قبل نهايه السنه يكون ظهر للنور ملامح التخطيط العام للمرحله الثانيه والثالثه، عشان نبدا عمليه الترفيق للمساحه الكبيره اللي هتبقى عندنا في المرحله الثانيه والثالثه اللي هي 190 الف فدان، تزيد عن ضعف مساحه المرحله الاولى اللي احنا شغالين فيها دلوقتي ان شاء الله. طب يعني هو حضرتك شايف ان الفتره اللي جايه هيبتدي يتفتح باب الاستثمار او يعتبر في المرحله الثانيه الفتره القادمه ان شاء الله؟ الحقيقه احنا كان من اهم الحاجات اللي احنا استهدفناها في المرحله اللي فاتت ان احنا نجذب المطورين الكبار، لاني خلينا نقول ان كان في ناس كتير بتقول ان في المطورين الكبار اللي في البلد غابوا عن العاصمه الاداريه وكانوا بيتساءلوا ليه؟ كانوا بيتساءلوا عشان هم كانوا لسه بيعملوا حساباتهم، لان الناس دول لما بيجوا يدخلوا مكان عايزين يضمنوا الترويج ويضمنوا التسويق ويضمنوا الاسم بتاعهم الكبير. فاحنا ان شاء الله مستهدفين ان قبل نهايه العام ان شاء الله يكون عندنا من 4 لـ 5 من كبار المطورين العقاريين اللي موجودين في المنطقه كلها وموجودين في مصر، فان شاء الله ده هيبقى عنصر جذب كبير جدا للاستثمارات في العاصمه الاداريه. ده فضلا عن ان احنا عندنا في المرحله الثانيه عندنا مدينه صناعيه تزيد مساحتها عن ال 2000 فدان، جاري تخطيطها العام دلوقتي، وده هيجذب كثير من المطورين الصناعيين. احنا كنا لسه في مؤتمر الاهرام العقاري الرابع الحقيقه، وكنا في جلسه المطور العام ومدى احتياج السوق العقار في مصر لفكره المطور العام اللي هي بتلعبه شركه العاصمه الاداريه في مشروع العاصمه الاداريه. بشكرك جدا يا فندم، وان شاء الله بالتوفيق الفتره القادمه طبعا في مشروعات العاصمه الاداريه، في كل المشروعات الخاصه بالعاصمه الاداريه، وان شاء الله نكون متابعين معاكم كل التفاصيل الخاصه بالعاصمه الاداريه. شكرا ليك يا فندم.